بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى ختام الآية في قوله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إلى قوله تعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا في الذي يرتد بعد إيمانه والعياذ بالله بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، كأن يعبد غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بالأموات بعدما كان مسلما، فإنه يرتد بذلك، لأن هذا شرك أكبر يخرج من الملة. وكذلك الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، فإنه يكون بذلك مرتدا عن دين الإسلام. وكذلك الساحر فإنه يرتد عن دين الإسلام. وكذلك الذي يستهزي بكتاب الله أو يستهزي بدين الإسلام أو يتنقص دين الإسلام أو يمدح الكفر ويمدح الكفار ويصوب ما هم عليه، فإن هذا من أعظم النواقض لدين الإسلام والعياذ بالله. فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بعدما كان مسلما مؤمنا فإنه يرتد عن دينه ويخرج من دين الإسلام، ويكون عليه الوعيد الشديد، لأنه عرف الحق ثم تركه عن علم وعناد. ولهذا قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يبطل عمله كله، فالردة تبطل جميع الأعمال، هذا في الدنيا. وفي الآخرة إذا مات على الردة ولم يتب فإنه يكون من الخاسرين، بأن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وهذا كما في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا فيه التحذير من الردة وأسبابها، وأن المسلم يحافظ على دينه ويتمسك بدينه ويصبر عليه مهما كلفه الأمر، ويثبت عند الفتن. وما أكثر الفتن اليوم، وما أكثر المرتدين والمنحرفين عن دين الإسلام بسبب هذه الفتن. فالردة لها أسباب. السبب الأول المغريات التي تخدع الإنسان عن دينه وتصرفه عن دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو يكون السبب الردة الفتنة من الكفار والمضايقة من الكفار، التهديد من الكفار، فيخرج الإنسان فيخرج المسلم من دينه لأنه لا يصبر على أذى الكفار، ويريد السلامة من أذاهم وتعييرهم
وتهديدهم فلا يصبر والعياذ بالله. فالمسلم يتمسك بدينه ويصبر على الفتن. ولهذا قال جل وعلا في ختام هذه الآية: ومن يكفر بالإيمان، والكفر هو الجحود والخروج من الدين، فقد حبط عمله، أي بطل جميع أعماله التي عملها، وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل، بنص هذه الأحاديث الصحيحة، لئلا يقتدي به غيره. وهذا ما يسمى بحد الردة. فهذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما أحكام عظيمة وفوائد جليلة. نستخلص منها: أولا، وجوب سؤال أهل العلم عما يحل وما يحرم، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. فالذين يسألون عن الحلال والحرام هم العلماء، كما قال جل وعلا: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز سؤال الجهال، ولا يجوز سؤال المتعالمين الذين لا يفقهون، ولا يجوز سؤال العلماء الضالين، وإنما يسأل أهل العلم العاملين بعلمهم المتقين لربهم. كما يؤخذ من هاتين الآيتين أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. ولهذا قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فلا يجوز الاعتماد على الرأي أو على الاستحسان أو على فتوى فلان أو رأي فلان، إنما هذا يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا إنما يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يشترط في المأكول والمطعوم أن يكون طيبا، وهو الطاهر غير الضار. هذا هو الذي يجوز أكله، ما كان طيبا في أصله أو في كسبه، وكان غير ضار بالجسم والصحة وبالعقل، فإنه مباح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.